أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب أن الدور الذي يطلع به أبناء مملكة البحرين من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني في الدفاع عن منجزات الوطن هو محل اعتزاز وفخر كبيرين لما يسهمون به من مواصلة لتحقيق الأهداف التنموية وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن ما يبديه أبناء الوطن من مسؤولية بالدفاع عن حياض هذه الأرض الطيبة وحمايتها في كافة الميادين أثبت ما يتمتعون به من الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات في مختلف الظروف، مستذكرا سموه التضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصين بكل بسالة من أجل البحرين مضحين بكل غال وثمين، منوها بما يطلع به منتسبو كافة القطاعات العسكرية والأمنية من مهام واستعدادهم على الدوام لتلبية نداء الواجب، فهم الحصن الحامي لحدود وطننا الغالي والحافظين لأمنه واستقراره، فلهم منا كل التحية والتقدير على ما يقدمونه من عطاء يسهم في صون مقدرات الوطن. جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله عن بعد اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني نائب رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وأصحاب السعادة أعضاء الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب. وأضاف سموه أن ما يحرص عليه الصندوق الملكي لشهداء الواجب من بذل الرعاية والاهتمام بأسر شهداء الواجب هو دور نبيل اطلع به الصندوق منذ تأسيسه مؤكدا أهمية مواصلة السعي من أجل توفير مختلف احتياجات أسر الشهداء تقديرا وعرفانا لتضحيات أقربائهم من الشهداء بما يوفر لهم الحياة الكريمة التي يطمحون لها، مشيدا بجهود القائمين على الصندوق وحرصهم المستمر على تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها الصندوق. وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بشأن عمل الصندوق ودعم أسر الشهداء.